السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحاول بقى نلم اللي بقى دوت في الفيديو دوت عشان ندخل بقى على السكشن اللي بعد كده اللي هو الفايل فورمات. بيقول لك اللايرز دلوقتي مش اللايرز، يعني انت لو ناخد بالنا مش كده اللايرز بقى بتشبه لي البيت ماب بالفيكتور. مش كنا قلنا ان الفيكتور مكون من اكتر من اوبجكت، تمام؟ وايضا لما دخل مفهوم اللاير، تمام، بقت الصورة البيت ماب اكنها مكون من اكتر من اوبجكت، صح كده ولا غلط؟ مش دلوقتي حضرتك في الصورة دي بقت مكونه، يعني اكن ده اوبجكت ده اوبجكت ده اوبجكت، تمام، اللي هو اللاير يعني، تمام. فكده المفهوم بقى متقارب شويه، فبقيت انا اقدر اعدل على البيت ماب بطريقه سهله. جميل جدا. طيب بقيت اقدر احط مثلا، يعني انا مثلا في مثال الزهره اللي احنا كنا واخدينه فوق، او اللي هو ايه الفلاور الورده اللي كنا واخدينه فوق، مش انا اقدر احط كل زهره، كل جزء في الزهره، كل جزء في الزهره، تمام، في لاير، صح؟ مش انا اقدر احط كل جزء في الزهره في لاير اللي هو الزهر المتشابك مع بعضه دوت. يعني مش انا دلوقتي يعني اكن دلوقتي حطيت كل زهره من دول في لير والجذع دوت والكلام دوت. جميل جدا. فاللير بقى بتسهل عليا حاجه زي كده، وان انا اقدر اعمل اديت على حاجه زي كده. طبعا جميل جدا. ولو عايز اعمل حاجه مثلا اغير لون، اعمل اديت بيه، اعمل اديت بقى بكل انواعه بقى، تمام. الجزء ده بقى مهم جدا بقى، اللي هو بيقول لك ايه، ان اللايرز بقت مشابهه الى حد ما باللي هو فن اللصق والكلام دوت، اللي هو انت تقعد تلزق الصور على بعضها لحد ما يكونوا صوره في الاخر، تمام. جميل جدا. بيقول لك بقى استخدام تاني لللير، استخدام تاني لللير اللي هو انت دلوقتي بدل ما تعمل فيكتورايز للبيت ماب، لا انت هتعمل امبورت للفيكتور عندك في البينتنج بروجرام، تمام، كدليل يعني او كجايد، تمام، مش هتعمل بيه حاجه، هو كدليل بس كده، تمام. وبعدين تبدا تشوف بقى الفيكتور متكون من ايه، يعني مثلا الفيكتور فوق كان متكون من اكتر من اوبجكت، فانت تبدا بقى ايه، يعني مثلا الفلاور، مثال الفلاور متكون مثلا من 4 زهور وجذع مثلا، والبتاع اللي في النص بين الزهور دي، فكده 6 مثلا، 6 اوبجكت، فممكن اكون ايه، 6 لاير، تمام، وغير الباك جراوند والكلام دوت. جميل جدا. فالى حد ما المفهوم بقى متشابه. فانا عملت امبورت، ناخد بالنا، عملت امبورت كجايد بس. جميل جدا. استخدام تاني بقى لللاير برضو هو موضوع التجريب، يعني دلوقتي ان اعمل اكتر من لاير واقعد اجرب على كل لاير عشان اشوف الاخر انهي لاير هي اللي هتفيدني او هي اللي هتظبط الشكل، تمام. دبليكيت، اعمل دبليكيت لللاير والكلام دوت، يعني هعمل شغل مختلف على اللاير، زي مثلا هنا، تمام، اجي على اللاير دي واعملها مثلا دبليكيت، ديليت، اعمل اي حاجه على اللاير. جميل جدا. فاللاير بقى بتسهل عليا ان انا دلوقتي امانيبوليت على كل جزء ماشي في الصوره. جميل جدا. طيب هنا بقى بدا بقى هنا بقى تمام، هنا بقى بدأ يوريك صورتين، بدأ يوريك صورتين في تو لايرز مختلفين ودمج بينهم، دمج بينهم، تمام. بعد ما دمج بينهم بقى ايه، بدأ بقى يغير في حاجة اسمها ثريشولد. الثريشولد دي يا جماعة اللي هي دي دي في الباينري ايمج اللي هو الصورة الابيض واسود، معناه بيقول ايه بقى، معناه ان انت حضرتك دلوقتي بتقول من رينج كذا لكذا، يعني دلوقتي الرينج كله اتقسم على جزئين، فمن رينج كذا لكذا، جميل، الثريشولد فيه مثلا قريب من الاسود، يعني مثلا لو افترضنا ان الصوره مثلا 250، ماشي، فمن رينج مثلا من 0 ل 100 ده في رينج الاسود، ومن 100 مثلا للباقي في رينج الابيض، تمام. فالثريشولد معناه ان انت اكنك قسمت الصوره جزئين، جزء مثلا قريب من اللون، من اللون الابيض، وجزء قريب من اللون الاسود، تمام. جميل جدا. اخر حاجه بقى، اخر حاجه قبل ما ندخل على السكشن اللي بعد كده، بيقول لك ايه، اللاير شغاله على البيت ماب فقط لانها شغاله بالبيكسل، فاصلا موضوع الفيكتور وكده احنا عارفين ان هو شغال بالماثماتيكال والكلام دوت، لان اصلا هو طبيعي بديهي كده ان الفيكتور مش محتاج اصلا لاير، لان هو كل اوبجكت مع نفسه. فده كده اللاير باختصار شديد جدا واهميتها، واول ما دخلت غيرت في مجرى غيرت في مجرى الجرافيكس تماما. وطبعا دوت كده بعد ما دمج في الصورتين دي بقت الصورة، فبدأ يغير في الثريشولد، تمام، أو الترانسبيرنت بدأ يغير فيه، فبدأ يظهر حاجة، يعني إيه، بدأ يغير مثلا في الترانسبيرنت بتاع دوت ويدمج، ظهرت كده مثلا، وهكذا والعكس. إن شاء الله ندخل في السكشن اللي بعد كده بقى الفايل فورمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.